دركا نرجع للحادثة في حد ذاتها. باش داروا الحفل هذا الموسيقي ما يشكي ما تاخذ تجيب لي كتاب تحطه فوق طابلة. نعم. لازم له تحضير. نعم. يومين هما يحضروا، هو كان يشوف كإمام. نعم. ولم يتدخل. من بين من بين الناس المسؤولين اللي كانوا يحضروا في الحفل كان الناس اللي يصلوا معاه في المسجد. يسقسيهم قال واش رايحين نديروا؟ نعم. احنا رايحين نديروا حفل موسيقي. حاول قول كيفاش نديروا حفل موسيقي قدام المسجد؟ ما كاين والو. يومين ما شاف والو. بدا الحفل. الحفل ما ندارش في وقت الصلاة في وقت الصلاة الدرس. الناس استناوا. أنا مانيش نحوس مبرر لهذا الناس. نعم نعم. نحاول أن نضع الأمور في نصارها. الآن نعم. وقع الآخر بقوا 45 دقيقة، حوالي 45 دقيقة بعد انتهاء صلاة التراويح انطلق الحبل. ومن بعد هو 40 دقيقة ولا أكثر من بعد باه يدخل. يعني نعم مانيش عارف. نعم يعني كاين فيه إنا